يلا ميمو خلصني. طيب صعبين ولو؟ ميمو بعرف انه صعبين، بس ما فينا نضلنا كل النهار عليهم حبيبي، صار لك من الصبح عليهم، انا عندي 100 شغله. خلصني يا الله. طيب هاتي سمعيلي، بس طالع عبالي اعرف لسو المرادفات، انه اذا الواحد بيعرف كلمة حلون لسو بده يتعلم زميلون، ما مثل بعضن هون بيعرف وحدة منهم. ميمو اي هيك غبي. ميرسي مامي. مرادف غبي. مرادف غبي؟ ايه بس عنا اياه مثل نحفظها. هاي شو صار لك ساعة عم تعمل؟ لكن ما اول وحدة بالمرادفات غبي. طيب طيب مرادف غبي، مرادف غبي، اعطيني اول حرف. مرادف غبي بتبلش ب اعطيني تاني حرف. ميمو تعرفي شغله، انت ما بتحبي للسيد حسن. شو خص هاي بهاي؟ كيف ما بحبه؟ ليك ما بدي اسمعك عم تقول هالكلمه. بحبه ونص. لا لانك منك صادقه وسفيفه مثله. انا ماني صادقه؟ بشو ماني صادقه يا حبيبي؟ بعدين ليه عم تضيع الموضوع؟ ليه عم تغير الحديث؟ ارجع لي لمرادف غبي. لا ما عم ضيع الموضوع، انا عم فوت بصلب الموضوع. انت اذا بتحبي للسيد حسن بتكوني مثله. بشو مني مثله اساسا للسيد حسن؟ بس فسر لي. انه مثلا هيديك المره قال لهم انه رئيس الجمهوريه تبعنا اول حرف من اسمه مثال عون، قال الاسم كله مظبوط ولا لا؟ طيب قولي لي سو اول حرف من مرادف غبي. احمق. احمق؟ فيني حطها بزملي؟ ايه بدي حطها بزملي. انت احمق امرأة رأتها عيناي في حياتي. غوص رجع احفظهم عن جديد.